بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله أول الكومباريزونز أو أول مقارنات بين الليست وبين الأري، ونعرف الديتا لوكيشن فين والتايبز بيتم التعامل معاها إزاي والكلام ده كله. دي يا جماعة الماي ليست اللي أنا كنت عاملها قبل كده، ودي الماي أري اللي أنا كنت عاملها برضو بتساوي np.array، وأحط فيها نفس القيم دي، بس مش هحط الفاريبل عشان ما لخبطكش، هحط نفس القيم زي ما هي كده، وهقول له ان انا محتاج اطبع الماي ليست بالشكل ده، الاندكس رقم 0 تمام، والاندكس رقم 1، وكفايه كده، مش عايزين اكتر من كده. ونفس القصه دي هعملها في الماي اري، هنا هطبع الاندكس 0 والاندكس 1. هل في اختلاف؟ مفيش اي اختلاف، 1 2 1 2 وكله تمام والحمد لله. طب جميل جدا، تعالوا نشوف مع بعض اللوكيشن بتاع الداتا دي بيكون مكانه فين. لو خدت كده الجزئين دول زي ما هما ورحت استعملت الميثود اللي اسمها اي دي اللي بتجيب لي الايدنتيفاير والميموري لوكيشن فين، زي ما انتم شايفين كده هنا وهنا بالشكل ده، ودي نفس القصه. وبصه كده على الاي دي سريع عشان نفتكرها، زي ما انتم شايفين ده اليونيك اي دي او اللي هو اللي بيجيب الميموري ادرس، زي ما انتم شايف اوبجكت ميموري ادرس، حلو جدا. واقول له اتفضل، وبصه سريعه كده على النتيجه هتلاقي انه العناصر بتاعه الليست بعيده عن بعضها، مش في نفس المكان زي ما انت شايف، لكن العناصر بتاعه الاري كلها في مكان واحد زي ما انت شايف، وده اللي قلنا عليه في المقارنات لما كنا بنتكلم نظري. دي معلومه من المعلومات المهمه جدا لازم تفهمها وتركز فيها وتخليها في دماغك. طيب تعالوا مع بعض نعمل ماي ليست اوف داتا، مجموعه بيانات 1 2 A مثلا، B boolean value مثلا، float، نفس القصة كده هنعملها بس المرة دي my array of data، والكلام ده كله هنحط جوه ال np.array بالشكل ده. كده في مشكلة، دي array ودي array، طيب دي array ودي list، تعالوا مع بعض كده نقول له print my list of data وال my array of data ونشوف اللي بيحصل هنا. 1 2 اي بي ترو 10.5، 1 2 اي بي ترو 10.5. الله، ده مفيش فرق. لا في فرق يا معلم، في فرق كبير جدا مش فرق بسيط. ايه هو الفرق؟ الفرق ان هو بيمانيبيوليت الداتا او بيتعامل مع الداتا ان هي كلها نوع واحد. كل اللي انت حطيته هنا ده اعتبره سترينج، شايفين السنجل كود هنا، ده اللي انا قلته في موضوع المتجانسه والغير متجانسه. البيانات اللي في الليست ممكن تكون متجانسه كلها زي بعض، وممكن تكون غير متجانسه، عندك انتجر على سترينج على بوليان فاليو على فلوت على كل الكلام ده. طب جميل، طب تعالوا مع بعض نقول له ان انا محتاج هنا الماي ليست اوف داتا الاندكس الاول خالص اللي هو اندكس 0، وبعده على طول ماي اري اوف داتا اندكس 0، هيجيب لك هنا 1 وهنا 1، صح كده؟ صح. طب في فرق بينهم؟ طبعا في فرق بينهم، طبعا طبعا طبعا. لو جيت قلت له هنا طيب بالشكل ده، وجيت حضرتك قلت له هنا برضو طيب، هيطلع لك الاول ده انتجر الموجود في الليست مفيش مشكله فيه، لكن التاني سترينج نم باي سترينج. التاني يا شباب سترينج ليه؟ علشان هو البيانات اللي شافها كلها موجوده عنده سترينج، ده سترينج فخلى كله سترينج، ما ينفعش يخلولك بقى نمبر، ما ينفعش يخلي ده نمبر. هو الايه ينفع يطلع منها نمبر بعيدا عن الهكس والباينري والكلام ده؟ لا ما تقدرش دلوقتي كده. فهو عمل ايه؟ خلاهم لك كلهم سترينج، وبرده اري، اري فيها سترينجز عناصر متجانسه. جميل، تعالوا مع بعض بقى نروح مهمشين الكلام ده كله كده هنا، وسيب السطرين دول هنعمل بيهم شغل دلوقتي، او اقول لك علشان ما ازعلكش هات الكلام ده كله كده كابي زي ما هو وهمشه. طب والله ما انا مهمشه ومزعلك اهو، نفس الكلام ده my list of data 2 مش هزعلك، ودي my array of data 2 تمام، هنا دي 2 هنا دي 2 عشان نتاكد بس ان كل حاجه سليمه، هنا 2 وهنا 2 ودي كمان نفس القصة كده، احنا زي اللي فات بالظبط مفيش اختلاف مظبوط اهو الحمد لله. جميل جدا، تعالوا مع بعض بقى نروح شايلين السترينجز والبوليان فاليوز دي كلها كده بالشكل ده. دلوقتي يا شباب يا ترى يا ترى يا ترى يا هل ترى ايه اللي هيحصل؟ الله، السترينج راح فين؟ ما بقاش موجود. انتجر بعيدا عن ال 32 وال 64 دي هنشرحها باذن الله، طلع لك انتجر. مش هنا كان سترينج يا شباب؟ ليه جابوا انتجر؟ عشان العناصر اللي عندك دي كلها دي عناصر انتجر، هو رجعها لك زي ما هي. لما انت رحت حطيت له سترينج
ما عرفش ان هو يحوله الرقم فخلى لك كله string، وده الديل with data اللي هو بيعمله. طب لو انا حطيت على سبيل المثال 10.5 float هيتعامل معاه ازاي؟ بص float رجع لك كله float، ده float وده float وده float، هو مش بيجود، هو بيرجع لك البيانات اللي يقدر ان هو يتعامل معاها، البيانات اللي هي تبقى متجانسه، هو مش هيرجع لك ده string وده string عشان ده floating point ما زال number، اسمه floating point number، ده ما زال number، لكن اول ما تقول له ايه هنا يقف ويعجز ويخليهم لك كلهم strings بالشكل ده. دي يا شباب التجربة اللي كنت عايزكم تعملوها عشان تعرفوا موضوع التعامل مع التايبس. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله مع درس جديد، والسلام عليكم.